أنا قبل سنتين جت لي هالفكرة وأصمم شيء يعني شيء غريب. طبعاً الحقائب مو بشيء غريب، بس جت لي هالفكرة أسوي شيء، وأحب الفاشن والموضة، فقلت خلنا أسوي شيء يناسب هالفكرة. فبديت بالحقائب. نعم. طيب. الألوان ما شاء الله مميزة. يعني الألوان عشان هالألوان دارج حق الصيف. وهالسنة لما سافرت إلى لندن شفت أن وايدين لابسين هالألوان، فقلت خلاص هذا يكون النيو سيزن الكولكشن حق 2017 الموسم الجديد. إيه. زين الهام بس أساس نوضح أن أيضا أنت إماراتية بريطانية. زين هذا الشيء عطاك ايضا لمسه في 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 خلينا نقول في التصميم، يعني خاصه انه يعني نعم. دائما الواحد متاثر ببيئته اللي هو فيها، فعطى لمسه خلينا نقول خليجيه بين الذوقين، يعني بين الذوقين عطى تاتش في اعمالك اللي تشتغلين عليها. هي. عشان انا دارسه في لندن. حلو. تخرجت من الجامعه الامريكيه في لندن. جميل. ودرست هندسه ديكور. ممتاز. فاول ما جيت اشتغلت، وعقبه قلت خلني أسوي شيء حق نفسي، يعني ابتدي شيء، فصرت في هالشنط وبديت الجراموفون.